جورجو يحب العزف على آلته الجميلة. مرحبا يا جورجو، يعزف ألحانا جميلة جدا على آلته. لو ترسم لوحات جميلة بفرشاتها. شكرا لك يا جورجو. هل يحب يا جورجو الرسم باستخدام الفرشاة؟ أجل، هل تحب لولو العزف على آلته؟ أجل، البيبلينجز يتبادلون. جوجو سيرسم باستخدام الفرشاة مثل لولو. لولو ستعزف على الآلة مثل يا جوجو. يا جوجو متشوق جدا لسماع عزف لولو. لولو متشوقة جدا لرؤية يا جوجو يرسم. سأعود. مرحبا يا جوجو، أنت ترسم؟ جوجو يحاول رسم زهرة، لكن الرسم بالفرشاة صعب. ولولو تريد رؤية رسم يا جوجو. رسم يا جوجو لا يشبه رسم لولو. شكل الزهرة وألوانها خاطئة. اطمئن يا جوجو، أنت بحاجة للتدريب. مرحبا لولو. لولو عليها أن تتمرن ومن ثم ستصبح أفضل. يريد يا جوجو أن يسمع عزف لولو قريبا، ولكن عزف لولو سيء.
أمر معقد. لقد أتى تشيبيز. تشيبيز، ربما قد يعرف تشيبيز ما العمل. ولكن أولا فلنلعب الغميضة. فلنذهب بذلك الاتجاه. نوك توك يختبئ. أين هم يا ترى؟ إنهم ليا. لنبحث خلف الأشجار. ترى أين يختبئون؟ هل هم خلف تلك الشجرة؟ أين هم؟ لم أجد أحدا. أنا لا أرى شيئا. هيا من هنا في هذا الاتجاه. هيا من هنا. سمعت صوت لاولاو. أين هي يا ترى؟ مكان جيد للاختباء. من هنا. هيا فلنذهب. إنهم ليسوا هنا. إنهم ليسوا هنا. هنا. ليسوا هنا. ليسوا هنا. لنبحث في مكان آخر. هيا. هيا. من هنا. أنا لم أجد أحدا هنا. ربما هناك. هيا فلنفتش. تشيبي. ما هذا؟ سمعت صوتا. من هنا. من هنا. هيا فتشوا جيدا بين الأوراق. هيا هيا جيبي. لا يوجد أحد هنا. هيا لنفتش جيدا. ربما من هناك. سمعت صوت يا جوجو ولكن أين هو؟ لم أجد شيئا. ترى إلى أين ذهبوا؟ ولكن أين هم؟ أنا أسمع أصواتا. أجل لنذهب في هذا بسرعة. من هنا. هنا هنا هنا. إنه يا جوجو. ارسموا من اجل لاولاو. حبة بندق. ليست كذلك بل هي زهرة. لقد بدل يا جوجو آلته بفراش الرسم. ولكن يا جوجو لا يستمتع بالرسم على الاطلاق. جرب هذا. لقد أصبح لدي شارب كبير. ويمكنك القيام بهذا. الدغدغة. تشيبيز مرحون جدا. ما الذي يستطيع؟
يستطيع يا جوجو أن يفعله أيضا بفرشاة لاولاو. يمكنك أن تعزف لحنا بالفرشاة من أجل لاولاو. يا جوجو يحب ذلك. لقد أحب يا جوجو موسيقى الفرشاة. لاولاو تريد العزف على الآلة من أجل يا جوجو، لكن لاولاو ليست بارعة. يمكنك استخدام آلة يا جوجو للرسم. أجل، هذه فكرة جيدة تشيبي. سأرسم صورة لآلة يا جوجو. سنستخدم العصي. الصورة تبدو جيدة. إنها كبيرة. لاولاو ستحضر يا جوجو لكي يرى صورة آلته. جوجو سوف يعزف الموسيقى بعد اليوغو. هيا بنا فلنذهب. فأر جوجو سيعزف بالفرشاة. إنها مفاجأة للاولاو. يا جوجو تعال بسرعة، هناك مفاجأة.
لولو أعدت مفاجأة لي يا جوجو. هيا بنا، أحضروا الفراش والأوعية لو سمحتم. لولو رسمت لوحة كبيرة لآلتك يا جوجو. واو! لقد حاولت لولو عزف الموسيقى لكنها لم تنجح. هل أعجبت اللوحة يا جوجو؟ أجل، لقد أحب يا جوجو اللوحة. يا جوجو حاول الرسم بفرشاة لولو لكنه لم ينجح، لذلك سيعزف يا جوجو بالفرشاة. اسمعي، هل أحبت لولو الموسيقى؟ لولو أحبتها. نريد أن نسمع عزف يا جوجو، ونريد أن نرى لولو ترسم بفراش الرسم. أجل. ستتبادل لولو ويا جوجو مرة أخرى. الجميع يحبون رسم لولو، وأيضا الجميع يحبون الرقص على موسيقى يا جوجو. بولو بولو.